خايف على مصر ينزل في مدينية يوم الجمعة في شارع المرغني على بوابة القصر رقم 4 أمام جامع عمر بن العزيز. دولة المدنية ودولة الدستور والقانون وضد أخوانة الدولة وضد دولة المرشد وضد دولة الخلافة. المليونية الأولى في القاهرة في مصر الجديدة عند قصر الاتحادية في شارع المرغني أمام جامع عمر بن العزيز. هنصلي الجمعة فيها الجماعة وهنقف ساعتها على باب 4 اللي قدام الجامع عمر. في نفس الوقت في مليونية في راس الدين في اسكندرية وفي المنوفية وفي مليونية تانية في الأقصر بتنادي بنفس الطلب. يا ريت الشعب يحس بان البلد فعلا بتضيع لو ما لو وبتتدمر لو احنا ما نزلناش بايدينا نحافظ على كرامتنا وعلى كرامه البلد ونقف ضد اي تدخل اجنبي يمنع الاراده المصريه اللي المفروض انها تحدد مصيرها وطريقه حكمها.